مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعدد جديد زي ما عودناكم كل يوم خميس، معلومات وأخبار ومواضيع متنوعة راح تشوفوها وتتابعوها في المجلة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في العدد 12 من الموسم الرابع لبرنامج المجلة. مجلتنا مليانة أخبار ومعلومات ومواضيع متنوعة، نتمنى أنها تنال إعجابكم ورضاكم. مشاهدينا الكرام، لو حابين تشوفوا الأعداد والحلقات الماضية من برنامج المجلة تقدروا تشوفوها من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي راح تظهر على الشاشة. وأيضا لو عندكم أي ملاحظات أو أراء أكيد راح نكونوا سعيدين أنكم توصلوها لنا على صفحة البرنامج. قبل ما نبدو تصفح صفحات مجلتنا، خلينا نشوفوا بعض العناوين لهذا العدد. في صفحة تكنولوجيا واتصالات، طائرة بدون طيار لنقل الطرود ونظام أمني جديد لشرطة نيويورك. غرفة ثعلب الصحراء معلم هذا الأسبوع رح نتعرفوا عليها في صفحة معالم. كتاب أراك على القمة نستعرضه اليوم في صفحة إصدارات. صفحة دكتورز طبعا مع اختصاصية النساء والولادة الدكتورة نداء نداف والحديث عن الإجهاض المتكرر. وأكيد أبرز الأفلام المتصدرة شباك التذاكر راح نستعرضوها ضمن صفحة كاونت داون. هذه كانت أخبارنا مشاهدينا الكرام، أو عناوين أو أبرز عناوين عدد اليوم من المجلة، العدد 12 أو 12 من الموسم الرابع. رحت بيناتهم أنا. تو خلينا نشوفوا شن عندنا من أخبار واختراعات وابتكارات أكيد في صفحة تكنولوجيا واتصالات. أول خبر عن حذاء ذكي مع تحكم بالأوامر الصوتية من نايكي. شركة نايكي كشفت عن حذائها الذكي ذات الرباط الجديد اللي يمكن التحكم فيه بالأوامر الصوتية، واللي حيتوفر في الأسواق بداية من 13 سبتمبر الجاري، لكن طبعا من غير ما تذكر الشركة سعر هذا الحذاء. الشركة الأمريكية أوضحت أن الحذاء الذكي الجديد مزود بنظام ربط فيت أدابت يعتمد على محرك لإحكام الربط، ويمكن التحكم في المحرك بواسطة المساعد الصوتي أبل سيري أو التطبيق الخاص بهاتف آيفون وساعة أبل اللي هي الواتش. كذلك يمكن للمستخدم ضبط إعدادات مسبقة للأنشطة المختلفة، وذلك باش يبدل الرباطات بأقصى سرعة ممكنة. الحذاء الذكي الجديد يتمتع بتصميم يستشرق المستقبل ويستلهم في الوقت داتا الموديل الأسطوري اللي كان في سنة 1991. خبرنا الثاني عن طائرة بدون طيار يمكنها حمل 70 رطلاً. أعلنت شركة بيل تكسرون أنك عن أول رحلة ناجحة للطائرة بدون طيار APT-70 في موقع الاختبار بولاية تكساس. يستخدم طبعا الكواد كوبتر اللي هي شبيهة بالهليكوبتر الضخم، 4 مراوح للإقلاع والهبوط عموديا زي المروحية، ويبلغ ارتفاعها حوالي 6 أقدام وعرضه حوالي 9 أقدام. هذه الطيارة تعتبر جزء من عائلة إي فيتول لمركبات اللي تطورها شركة، ويمكن أن يوصل سرعتها إلى أكثر من 100 ميل في الساعة مع قدرة حمولة أساسية توصل لحوالي 70 رطل، يعني ما يقارب 32 كيلو جرام. طبعا أنظمة الـ APT في بيل تسمح بإمكانيات مهمة ومرنة مع إبقاء العمليات بسيطة طبعا وفعالة وسريعة. الطائرة هذه اللي بدون طيار عندها القدرة على مضاعفة سرعة محركاتها التقليدية.
تم تصميم الاي بي تي هذه لتكون قادرة طبعا على إنجاز مهام مختلفة بأي بادية هذه المهام أو تبدأ هذه المهام من تسليم الطرود إلى النقل الطبي، الحرج، الإغاثة في حالات الكوارث. وتعتقد الشركة أن هذه القدرة اللي عند الطائرة حتغير الطريقة اللي تم بها استخدام الأنظمة الجوية بدون طيار تجاريا في المستقبل، ويعتقد بأنها راح تدخل الخدمة في أوائل عام 2020. في عدد اليوم اخترت لكم صراحة، احنا عادة دائما نتكلم على الروبوتات وعلى الاختراعات وعلى الأجهزة، بس اليوم اخترت لكم مجموعة من التطبيقات الجديدة واللي في منها واخذ ضجة كبيرة. وأول تطبيق راح نتكلم عليه اليوم هو تطبيق زيو اللي انتشر بسرعة كبيرة في الصين. طبعا من يوم الجمعة لغاية اليوم أبليكيشن جديد اسمه زيو مولع الدنيا في الصين. الأبليكيشن هذا مجاني، يستخدم في الذكاء الاصطناعي وتقنية تحليل الصور والفيديوهات للقيام بالتزييف العميق أو ما يعرف باللي هو الديب فيك. باش طبعا هذا كله باش يتيح لمستخدمي هذا التطبيق وضع وجوههم محل وجوه مشاهير في مشاهد من مئات الافلام والبرامج التلفزيونيه وفيديوهات الكليب تبع الاغاني. طبعا بمجرد انك انت تحمل صوره واحده فقط في 8 ثواني بس تقدر تغير صوره البطل الى صورتك انت. بصراحه النتيجه مقنعه هلبه، وهذا علاش كم كبير من المستخدمين طاروا وفرحوا بهذا وجروا ورا هذا الابلكيشن باش يجربوه. في نفس الوقت بدت اصوات قلقه تطلع تتكلم عن الموضوع، وانه كيف ابلكيشن زي هذا ممكن يخلي اي حد يقدر يحط وجه اي حد على اي فيديوهات مهما كان نوعها، وان الشيء هذا فيه انتهاك لخصوصيه المستخدمين. في نفس الوقت الشركه المطوره اللي هي مومو الصينيه شرح تدير بكل هالوجوه اللي حتجمعها من الابلكيشن هذا. طريقة استخدام الابليكيشن بسيطة، بمجرد انك انت تحميله على موبايلك تحمله وتشغله وتفعل خاصية استخدام الكاميرا السيلفي اللي هي الكاميرا الأمامية، وتلتقط صورة لوجهك وتختار بعدها الفيديوهات اللي تعجبك عشان تحط عليها وجهك. الابليكيشن لحد الآن متاح بس في الصين على نظام الاي او اس، وطبعا صمم مجموعة من العلماء طبعا للصينيين لهذا التطبيق. ثاني تطبيق طبعا صينيين مبدعين، واعتقد انه حتصير الضجه زي ما صار على الفيس اللي غير الوجوه وان الخصوصيه وان هذه الوجوه حيتم تخزينها. وايضا خلينا بنعقب على شيء مهم جدا، ان الشركه قالت من ضمن اللي قالتها ان اي شخص يستخدم هذه الوجوه يعني بطريقه غير قانونيه فهو معرض للمساءله القانونيه، خاصه ان اليوم اصبح استخدام بصمه الوجه شيء اساسي في اغلب التطبيقات. خلينا نرجع لتطبيقنا الثاني اليوم. ثاني تطبيق هو الكشف عن وجود مياه داخل الأذن. باحثين من جامعة واشنطن داروا أبليكيشن هدفه أنك أنت تعرف لو عندك مية في طبلة ودنك ولا لا من غير ما تضطر أنك أنت تمشي لدكتور. فكرة الأبليكيشن أنه يستخدم سماعات موبايلك تطلع منها موجات صوتية وتخش لودنك وتخبط في طبلة الودن وترجع تاني، يلتقطها ميكروفون الموبايل اللي يعمل على تحليل تردد وشدة الموجات المرتدة. طبعا هذه الطريقه تتم يعني من خلال انك انت تدير قمع بورقه صغيره وتحطها على سماعه موبايلك، والقمع يكون طبعا داخل ودنك وتخلي الابلكيشن طبعا يدير شغله. واخيرا نظام امني جديد لشرطه نيويورك. شرطة نيويورك تشتغل حاليا مع شركة ليبرتي ديفنس لتقنية التقنيات الأمنية على نظام تصوير أمني قوي جدا اسمه هيكسا ويف. هذا النظام يقدر انه يدير سكان لأي شخص في الأماكن الزحمة والتجمعات الكبيرة بحيث يقدر يرصد أي معادن أو أي ممنوعات زي الأسلحة والمفرقعات والمواد الخطيرة مهما كانت مخفية أو مدسوسة ومهما كان إن كان زحمة.
هذا كان كل شيء عندنا في آخر أخبار عالم التكنولوجيا والاتصالات والتقنية. وبعد الفاصل راح نكون مع صفحة جديدة، صفحة محبي الألعاب الإلكترونية. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وصفحتنا الجايه صفحه يشرف عليها صديق البرنامج عبد الله هديه. شن عندنا اليوم؟ شن اختار عبد الله؟ خلينا نشوفه في صفحه الالعاب. لعبتنا الاولى هي لعبه كود فين. اغلب اللاعبين ومتابعي اخبار الالعاب قالوا ان اللعبه هذه فيها شبه من لعبة دارك سولز من ناحية اسلوب اللعب، لكن مايلة بشكل كبير للانمي. اللعبة تحكي عن كارثة غامضة حلت بالأرض أنهت الحياة فيها، لكن أجناس قديمة عايشة تحت الأرض ناضت ولقيت أن العالم اتدمر بالكامل. ومن هنا كان طبعاً، ومن ضمن هذه الكائنات أو من هذه العوالم الموجودة منها كان جنس اللي هو المصاصي الدماء، اللي أنت حتلعب بيهم في رحلة للسيطرة على العالم الجديد ضد أجناس الوحوش الثانية. اللعبة توفر لك اختيارات هلبة من الملابس والدروع والأسلحة واسلوب القتال، وكذلك مع استمرار قتالك حتكسب نقاط تخليك تطور من مهاراتك ومستواك اللي حيساعدك في شق طريقك خلال المراحل. متجر اكس بوكس وبلاي ستيشن من يومين اعلن عن توفير النسخه التجريبيه المجانيه، فبامكانكم تجربوها قبل موعد صدورها الرسمي نهايه شهر 9 الحالي. ロストに落ちてしまったらもう助けてあげられないからでもきっともうすぐ終わる。 اللعبة الثانية هي لعبة أوفرلاند. لعبة البقاء بأسلوب مختلف وبسيط. أوفرلاند تحكي عن عالم دارباتا مصيبة من مخلوقات غريبة انتشرت في العالم، وانت كلاعب عليك انك تتعلم أساليب البقاء وتنقذ ما يمكن انقاذه من ناس ضايعة وتايحة، او تلقط مواد غذائية او ادوات تساعدك في صناعة الأسلحة وتصلح بها سياراتك اللي لها دور كبير في اللعبة. اسلوب اللعبة تكتيكي واستراتيجي، بحيث العالم متقسم في مربعات وكل مربع فيه حاجات، سواء وحوش او مكان فيه ادوات وغذاء او ناس محتاجة منك انك انت تساعدها. اللعبة حتكون متوفرة في جميع الأجهزة الحالية يوم 19 سبتمبر الجاري. لعبتنا الأخيرة هي Remnant from the Ashes.
طبعا ما شاء الله الاسبوع هذا العابنا كلها عن الكوارث والانقراض، اللهم عافينا واجرنا يا رب العالمين. اللعبه هذه كذلك تحكي عن البشريه اللي تحاول استرداد عالمها بعد ما تم غزوها من مخلوقات متوحشه متطوره من عالم مختلف خش لعالم البشر عن طريق تكنولوجيا تخلق بوابه لعوالم موازيه بشكل مستمر. طبعا وبعد عقود من الحروب خسروا البشر ضدهم وشبه انقرضوا، الا ان القله الباقيه اكتشفت طريقه تسكر بها البوابه هذه. من هنا تبدا مهمتك كلاعب مدجج بالاسلحه في قتال الوحوش والتنقل بين العوالم لغايه ما تكتشف مصدر الجهاز اللي يدير او يحرك او مسؤول في هذه البوابات الموجوده. اللعبه هذه طبعا متوفره على جميع اجهزه الالعاب الحاليه في كل مكان. The root have ravaged the earth. An unending assault without reason. We are victims to a hatred that we do not understand. This evil will consume our world and the countless worlds beyond. For nearly 100 years, the root have ravaged the earth. An unending assault without reason. We are victims to a hatred that we do not understand. This evil will consume our world and the countless worlds beyond. Unless you... طبعا بهذه اللعبه ختمنا فقره الالعاب، كان هذا كل شيء عندنا طبعا في صفحه الالعاب. لو عندكم اي سؤال او استفسار عن اي لعبه اكيد تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق صفحه البرنامج اللي اكيد راح تشوفوها على الشاشه. طبعا من الالعاب نمشوا الى صفحه محبي القراءه، صفحه الزهرات. كتابنا اليوم عنوانه مميز وملفه كتابنا اليوم عنوانه مميز وملفت للكاتب الرائع زيج زيجلر بعنوان أراك على القمة. هذا الكتاب من الكتب المفيدة والمهمة لأي حد حاب يعيش النجاح في هذه الدنيا. الكتاب يتكلم عن كيفية الوصول إلى قمة النجاح من خلال خطوات معينة. خلينا نتعرف أكثر على هذا الكتاب من خلال السيجمنت الجاي.
ديما نكرروا انه لازم يكون في عندنا وقت نخصصه للقراءة، وطبعا ننصحكم انكم تشوفوا هذا الكتاب وغيره من الكتب اللي دائما نحاول نستعرضها من خلال صفحة إصدارات، وتكون بتوقيع الزميل زيد المؤمني. الأسبوع الجاي إن شاء الله حنستعرضوا معاكم كتاب جديد، نتمنى انه يكون فيه الفائدة لكم. خلينا نتوه من الثقافة والأدب والكتب وأرفف المكتبات إلى صفحة مهمة نحاولوا من خلالها تسليط الضوء على بعض المشاكل الصحيحة اللي ممكن نواجهها في حياتنا. صفحتنا الجاية بعد الفاصل صفحة دكتورز. رجعنا لكم مشاهدينا وصفحتنا الجايه صفحه دكتورز مع الدكتوره الاء نداف، اختصاصيه النساء والولاده والعقم، اكيد حتكون معنا. العديد من النساء يتعرضن للاجهاض المتكرر نتيجة عدة عوامل، منها ما يتعلق بأسباب داخل الرحم والأخرى خارج الرحم، كذلك يختلف مفهوم الإجهاض المتكرر من بلد لآخر وفقا للإمكانيات الصحية الموجودة. الإجهاض المتكرر هو موضوعنا اليوم مع الدكتورة آلاء نداف أخصائية النساء والولادة والعقم. أهلا بك دكتورة، شرفتينا. أهلا بك، يسعدك. آلاء لأن بداية الحلقة قلنا إحنا نداء وهذا خطأ، حقك علينا وأهلا وسهلا بك، شرفتينا دكتورة. دكتورة آلاء، زي ما حكينا أن مشكلة الإجهاض المتكرر أن في عديد من النساء يعني يعانوا من هذا الموضوع، خاصة في المراحل الأولى من الزواج وحتى بعد ما يكون عندهم ممكن البيبي الأول والثاني يصير عندهم إجهاض متكرر. أول خلينا نعرفوا شو مفهوم أو شو معنى الإجهاض المتكرر. مزبوط، لأنه هلأ في إجهاض وفي إجهاض متكرر. نعم. هلأ الإجهاض شائع جدا، يعني كل واحدة بسن الحمل وال يعني والإنجاب إلا ما يصير عندها إجهاض، يعني مثلا بيكون عندها ثلاث بيبيات وإجهاضين أو بيبيين وإجهاض. فالإجهاض العادي هو متكرر نسبته 15-20%، يعني من كل 100 ست بتحمل مثلا هذا الشهر عندنا 100 حملوا، في 15-20 بصير عندهم إجهاض. إجهاض هذا نسبة طبيعية، وهي بتحدث بسبب خلل في انقسامات الكروموسومات، وهي شيء شائع من ربنا، يعني هذا لأنه أثناء الانقسامات مثلا بصير خلل في الكروموسوم ما بيكمل هذا الجنين، فما بيقدر يكمل لتكوين جنين كامل. نعم. فهاي نسبة طبيعية. هلأ إمتى بيكون الإجهاض هو مشكلة؟ الإجهاض بصير مشكلة لما يصير إجهاضات متكررة. إيش تعريف الإجهاض المتكرر؟ يعني ثلاثة ورا بعض، يعني ثلاثة كونسيكتيف بسموها، يعني مش إنه مثلا إجهاض بعدين حملت وجابت بيبي بعدين رجعت أجهضت كمان مرة، لا هذا مش هدول مش متتالية. هذا لا يعتبر إجهاض متكرر. لا يعتبر. نعم. متكرر. يعني واحدة بتقول لك مثلا عندي ست أحمال ثلاث إجهاضات، طب حملت ولدت طبيعي بعدين أجهضت بعدين حملت بعدين أجهضت، هذا مش إجهاض مش متكرر. مش متكرر. بدنا ثلاثة ورا بعض. يعني لازم يكونوا متتابعات ورا بعض. نعم. إنه ما في بيناتهم جنين كامل أو ولادة طبيعية كاملة. نعم. هاي تسمى ثلاث إجهاضات، ما يعرف بالإجهاض المتكرر. نعم. هلا هذاك الإجهاض العادي كانت نسبته 15-20%، هذا المتكرر اللي هو 3 consecutive يعني ثلاثة متتاليين نسبته 1%، يعني واحد بالمية. يعني من كل 100 في واحدة بيكون عندها. طيب الحمد لله نسبة بسيطة. دكتورة، طيب دكتورة، هل في عمر معين يعني ترتفع فيه هذه النسبة؟ نحكي على الإجهاض المتكرر، يعني هل العمر، هل عند الشابات الصغيرات أو عند النساء الكبيرات في السن مثلا اللي فوق الأربعين؟ فوق ال 35 بتزيد النسبة لأنه البويضات بتصير أضعف. ممكن تحت ال 17 لأنه البويضات ما بتكون لسه ناضجة تماما. يعني هذا الرنج يعني تبعنا. فوق ال 35 بتصير هلا بصير عندنا مشاكل جينية، صح إنه البويضات لسه في بويضات وعم بتيجي دورة وما صار انقطاع أو سنياس، بس البويضات نوعيتها بتصير أضعف. إحنا حكينا إنها تشيخ شوي. يعني أيوة بالضبط، تكبر بالسن يعني. جينيا مش كتير قوية، هذا لا يعني إنه اللي فوق ال 35 خلص ما تحمل. يعني لا هو طبعا هي أرزاق سبحان الله طبعا، بس يعني هي النسبة بتزيد خلينا نحكي. نعم. بالضبط. هلا في عمر معين كمان للحمل عشان نسميها هذا إجهاض ولا لا، يعني فوق ال 24 أسبوع، إحنا ال 24 أسبوع هو الفايبل أو عمر الحياة للطفل، أقل من 24 أسبوع فهو إجهاض وما بعيش البيبي. فوق ال 24 أسبوع هاي في بلادنا، برا بأمريكا وهذا لأنه عندهم تقدم بالخداج والطب الأطفال 20 أسبوع غيروا التعريف، إحنا عندنا يعني
بالبلاد العربية بنقدر نعتبر 24 أسبوع. نعم. هلا فوق ال 24 اسبوع بتعتبر ولاده او ولاده مبكره خلينا نسميها، اقل من 24 اسبوع هو اجهاض، يعني ثلاثه متتابعين تحت ال 24 اسبوع. نعم. هذا هو الاجهاضات المتكرره. نعم. طيب عرفنا ان العمر يشكل نوعا ما مشكله من هذه المشاكل، الاسباب الحقيقيه، هل العلم قدر يتوصل للاسباب الحقيقيه وراء الاجهاض المتكرر عند النساء؟ هلا اذا قسمنا نسبه تقريبا 50% يعني نصها معروفه اسباب الاجهاضات المتكرره، 50% ما بنعرف سببها، unknown cause او idiopathic ما بنعرف لحد هلا، ما بنعرف. هلا اكيد في سبب بس لسه ممكن احنا ما اكتشفناه لسه. في 50% مش معروفه الاسباب، من 40 ل 50 خلينا نحكي، وفي 50% في اسباب معروفه. طيب خلينا نحكوا على ال 50 اللي العلم توصلها. نعم. يعني ال 50% الاسباب المعروفه في سته يعني خمسه اساسيين خلينا نحكي، ممكن نقسمهم وتحتهم حتى يعني بنزل اكثر من سبب. نعم. هلا ممكن نحكي 20% اسبابها اللي هي الغدد او الاندوكراين، احنا بنسميها يعني الغدد الصم او مشاكل بالغدد الصم. غدد صماء. ايوه. اللي هي مثلا الغده الدرقيه او الاجسام المضاده تبعت الغده الدرقيه، هاي نعم. لها اسباب، هذا لها جزء كبير. اللي عندهم سكري سواء تايب 1 اللي هو السكري الاطفال اللي هو الانسولين اللي بيعتمد على الانسولين، او السكري الرقم 2 اللي هو اللي بيجي مع العمر اللي معتمد على مقاومه الانسولين. نعم. هدول النوعين كمان بيزيدوا الاجهاضات المتكرره. في عندنا تكيس المبايض. تكيس المبايض بيعمل اجهاضات لانه في خلل هرموني، بنزل هرمون البروجسترون فما بمسك الحمل. فلازم هدول نضل متابعينهم بمثبتات، بالاضافه لانه مقاومه الانسولين بتكون عاليه كمان بتكيس المبايض، هدول الجزئين يعني. عشان نعم. هيك اللي عندهم تكيس لازم يضلهم متابعين بالادويه تبعت مقاومه الانسولين والمثبتات اللي هي نعم. البروجسترون. واللي عندها الغده الدرقيه يعني تاخذ في كورس للعلاج الغده الدرقيه. الغده ما هو في نشاط وفي في خمول. خمول. نعم. كل شيء له علاج بيختلف، والاثنين طيب. بيعملوا اجهاضات. طيب كويس، الاثنين يعملوا اجهاضات، ولكن اذا كانت المراه تتابع في دكتور غده درقيه وهي حملت في هالفتره، هل هنا يشكل خطر الادويه اللي تاخذها اللي هو التركسون او التيركسين؟ التركسين سوري. يعني امن تماما بالحمل. وفي نوع من انواع الادويه اللي بتستخدم لفرط النشاط تبع الغده الدرقيه برضه امن في الحمل. يعني ما فيش مشكله المراه تحمل وهي تاخذ فيها ما في مشكله، في نوع، في انواع معينه الثايروكسين تماما امن، بس في حاله النشاط في نوعين، في نوع امن ونوع لا، هاي بقررها الدكتور لما تحمل. نعم. هلا من كمان في شيء كثير ما بعرف انا عم بشوف انه كثير مست او مش عم بنتبهوا عليه اغلب المرضى او اغلب الزملاء، انه ببدايه الحمل لازم نعمل فحص الغده الدرقيه. بتقول لك طب انا عملته من شهرين كان طبيعي، لا ما هو بالحمل مرات بداية الحمل بيختلف هاي على الهايبرشن بيختلف فحص الغدة، فهي الغدة من الأشياء كتير أساسية نتابعها في حال خربطت الدورة، نزيف، تأخر الدورة، تأخر الحمل والإجهاضات المتكررة. نعم. الغدة الدرقية نعم. أساس بهذا الموضوع. طيب هذه الغدة وحكيت حضرتك، شوف حكيت لك بالأردني، حكيت بنحكي لك بالليبي وأنت وأنت قلتي إن أيضا السكري أيضا لي دور. هل زيادة الوزن دكتورة يعتبر من الأسباب؟ زيادة الوزن نعم من الأسباب، لأنه بترفع مقاومة الإنسولين وبتعمل اضطراب في الهرمون. نعم. فبرضه بتزيد الإجهاضات حتى بتأخر حمل. اها. يعني الان سبحان الله لاحظنا ان مع الدراسات ان مرض البدانه اصبح له علاقه بامراض هلب من ضمنها حتى الاجهاض. يعني في نساء بس ينزل وزنها بتكون عندها عقم فتره طويله، بس ينزل وزنها بتحمل. بتحمل لانه في بيكون اضطراب هرموني، ارتفاع مقاومه الانسولين، تكيس مبايض، خلل بهرمون البروجسترون، كل هذا بياثر. طيب احنا ذكرنا ممكن اغلب الاشياء اللي ذكرتيها دكتور الاسباب او جزء من الاسباب اللي ذكرتيها حضرتك تتعلق بجسم المراه، اذا كانت تعاني من غدد، تعاني من سكري، تعاني من مشاكل تكيس المبايض. هل في اسباب اخرى مثلا لها علاقه بالرجل او باسباب اخرى ما لهاش علاقه بالمراه بحد ذاتها؟ نعم. يعني هلا هاي ال 20% اللي هي الغدد خلينا نحكي اللي حكينا من ضمنها، كمان من ضمنها هرمون الحليب. هرمون الحليب لانه اختلاف ارتفاع او نقص هرمون الحليب بيعمل يا اما تاخر حمل يا اما اجهاضات متكرره. نعم. هلا هاي بالنسبه لل 20% هي تبعت الغدد. هلا في 20% تقريبا برضه اقل شوي 10 ل 15% تكوين شكل الرحم، يعني الاناتومي، يعني التشريح تبع الرحم وتجويف بطانه الرحم. نعم. في شيء منه بيجي خلقي، يعني من حد من خلقت هي الست عندها مشكله، او شيء اكتسبته خلينا نحكي. هلا الشيء الخلقي اللي من حد من خلقت مثلا تشوه بشكل الرحم، اللي بيكون عندهم تجويفان او رحمان او رحم ذو القرنين او حاجز جوا الرحم، هاي كلها اسباب خلقيه، هاي بتعمل اجهاضات متكرره وبتعمل ولاده مبكره كمان.
تمام. هلا الشيء اللي اكتسبته مثلا زي ليف ببطانة الرحم بمنع بنغرس عليه الجنين فبنزل، بضله ينغرس بهاي المنطقة فبنزل على الليف ببطانة الرحم. ممكن هي هذه زي الأهداب صح الموجودة؟ لا الليف دخلية. هو يعني تضخم بالكتلة العضلية تبعت الرحم، فبتيجي بالبطانة تبعت الرحم مكان انغراس الجنين فبتعمل إجهاضات. الألياف اللحميات برضو ممكن تكون، ومرات التصاقات ببطانة الرحم من مثلا التهابات سابقة، من تنظيفات، عملية تنظيفات سابقة، كلها هاي بتعمل التصاقات داخل الرحم فبتعمل إجهاضات متكررة. هلا هاي شو حلها؟ اللي هي المشكلة الخلقية أو الرحم، أول كيف نكتشفها؟ أول إشي بتنظير رحمي أو يا إما بالتصوير بالألتراساوند بالعيادة، هذا أول إشي مبدئياً. يا إما بتنظير رحمي وتنظير بطني، هدول ببينوا، وفي صور للرحم بنحقن مادة ملونة جوا ببين شكل الرحم. نعم طيب هذه كلها لكن ما زالت تتعلق لسه بالمرأة. بالمرأة. أنا عم بحكي خلينا نحكي الشائع أكثر، أكثر إشي شائع. نعم. يعني إحنا هدول التنين سكرنا تقريباً 40، هلا فينا 50% مش معروفة أصلاً، مش معروف. إحنا قاعدين نحكي على 50 هدول. هلا سكرنا 40%. نعم نعم. تقريبا 30%. هلا في نسبة منيحة كمان، احنا لسه كله عم نحكي برضو عن المرأة. في عنا نسبة منيحة اللي هي الأجسام المضادة، في نوع انواع من الأجسام المضادة بتهاجم الجنين. هلا الجنين هو جسم غريب بالنسبة للأم، صحيح، نص جيناته من الأب، فهو بالنسبة للجسم يعتبر جسم غريب. ففي ناس عندهم أجسام مضادة بتهاجم الخلاصة، بتهاجم الجنين، فبتعمل زي تجلطات او بتهاجم الجنين فبصير إجهاضات متكررة. اللي هي اللوبس او اللوبس انتي كوجلانت او الانتي فوسفوليبيد انتي بودي اسمها بالانجليزي، هو مرض أجسام مضادة. مضادة هذا علاجه بيكون بالمميعات والأسبرين. طيب. يعني هو سؤال، بما ذكرتي المميع والأسبرين، وانت ذكرتي انه احيانا يكون سبب الإجهاض مشاكل في الدم، يعني او له علاقة بالتكوين. هل المرأة اللي تاخذ تاخذ في حبوب سيولة او سموه المميع والأسبرين، هذا فعلا يؤثر على او سبب من اسباب الإجهاض او لا؟ الأسبرين مش سبب من أسباب الإجهاض، الأسبرين بيعالج الإجهاضات المتكررة في حال مشكلة الأجسام المضادة أو مشكلة التخثرات. خلينا نحكي هلا هم حط كمان من النسبة اللي 50، يعني من نسبة 50% اللي مش معروفة معها مشمولة اللي هي التخثرات. يعني في عنا أجسام مضادة بتعمل إجهاضات، في عنا تخثر اللي هو زيادة نسبة التجلط بتصير بالحمل فبصير تجلطات بالمشيمة فبيؤدي إلى إجهاض. يعني هاي برضو مميعات. أنا نقصد دكتورة على اللي مثلا تكون عندها مريضة بالقلب وعند تاخذ في مميع، يعني حسب شو نوع المميع. في أنواع مسموحة، يعني ورفرين مثلا ممنوع بالحمل، ممنوع. أسبرين لا، هيبرين مسموح، الكليكسين أو المميعات الأخرى برضو مسموح، يعني حسب شو نوع، بس الورفرين مثلا ممنوع بالحمل. نعم. بعمل طيب. تشوهات. نعم. احنا حكينا حوالي 40% 50 يعني غطينا 50. يعني الغدد والمشاكل بالرحم والأجسام المضادة مع التخثر تقريبا غطينا اكثر من نص الاسباب. ونص الاسباب غير معروفة. الاشياء الخفيفة اللي نسبتها كثير قليلة اللي هي كل واحدة منهم 1-2% 1-5%. في التهابات اللي هي التهاب ببطانة الرحم مع التهاب بعنق الرحم، انواع من انواع الفيروسات زي الهربس، الكلاميديا، الالتهابات، خلينا نحكي العدوى المنتقلة جنسيا، في انواع من زي الكلاميديا زي الهربس، هاي كمان تعمل إجهاضات متكررة. في فيروسات زي السي ام في اسمها السيتوميغالو فيروس، انواع من الفيروسات، توكسوبلازما مثلا، هدول في يعني تقريبا 4 أو 5 فيروسات بنعمل لهم احنا فحص اسمهم تورتش بالانجليزي اختصار لاسمهم، بنعمل لهم فحوصات اجسام مضاده او IgG IgM اسمه، انواع من الفحوصات. تورتش هذا اللي علاقه بالميكروبات، تورتش بيعمل اجهاضات متكرره، بيعمل تاخر حمل مرات. نعم. طيب دكتوره، يعني على ذكر هذه التحليل، ما علاقه ما يعرف بميكروبات داء القطط او القطط؟ هو توكسوبلازما، هذا هل هو حقيقي يعمل اجهاضات؟ مزبوط. وهل هو بسبب، بس هاي النسبة خلينا يعني من 100% اللي حكيناهم، 50% مش معروف مع التخثر، و40% الأشياء اللي ذكرناهم بتطلع له نسبة 1-5% كلهم التورتش كاملين، 1-5% اللي هي التوكسوبلازما، الروبيلا اسمها اللي هو الحصبة، السي ام في السيتوميغالو فيروس اسمه، والهربس، هدول اللي بسببوا إجهاضات متكررة، هدول نسبتهم كلهم مجموعين مع بعض 1-5%، يعني نسبة قليلة. مش يعني عادة عند العوام، يعني ما حد يسمع داء القطط هو يتوقع أن حساسية من القطط أو شيء هذا، أو أنه هو الاسم ليش علاقة؟ لا، هو مش فيروس، هو نوع زي أنواع بكتيريا بتنتقل من مش بس القطط، من
كلاب يعني برضو بتنتقل عن طريق انه الخروج تبع هاي الحيوانات بيجي على الخضره او على اللحمه او الشيء مش منظف منيح او اللحمه مش مطبوخه منيح بتنتقل للام. هلا هي مش بس كمان بتعمل اجهاضات، بتعمل تشوهات في المراحل الاولى من الحمل باول 3 اشهر اذا تعرضت لها الام. طبعا هذه يعني نسبتها قليله جدا، نسبتها قليله نعم. يعني بحكي لك واحد يعني من كل الاسباب 1 لـ5% خلينا نحكي. نعم طيب احنا تكلمنا على التكيس، التكيس تكيسات المبايض او المبيض، وهذا امر شائع هلبة عند العديد من النساء. شنو هو تكيس المبيض اساسا؟ يعني تكيس المبيض، بس ذكرني عشان نحكي عن الموضوع المتعلق المتعلق بالاب، لان انت سالت ايش الشيء المتعلق بالاب مسؤول عن الاجهاضات المتكرره. التكيس المبايض موضوع كثير طويل، والمشكله انه في مس كونسبت او المفهوم عند النساء او عند البنات، هلا كثير شائع بين البنات خاطئ، انه انا اخذت علاج للتكيس وما طاب. التكيس هو مرض مزمن ما بيروح، هو انخلق جيني، بيكون معك انخلق بالجينات، بتزيده بتقلله العوامل البيئيه، الوزن، الاكل، الستريس، الدخان، كله بياثر على التكيس. هلا الاكل اللي عم ناكله حاليا او المنتشر بين الشباب او بين الصبايا عم بيكون كله اكل جنك فود، وفيه كثير كثير عم بيعمل اضطراب بالهرمونات وعم بيزيد التكيسات. اللي بيزيد هذا بيزيد الوزن، والوزن بيزيد مقاومه الانسولين، ومقاومه الانسولين بتزيد التكيس، كله بيزيد بعضه. نعم. بس التكيس ان جنرال لازم تكون محافظه على لايف ستايل، يعني كل حياتها لايف ستايل معين بتماشى مع التكيس، ما في علاج قطعي يعالج التكيس. نعم. هي مشكله التكيس. وهو احد اسباب، انا ليش ركزت عليه، انه هو يعتبر واحد من الاسباب الاجهاضات المتكرره وتاخر الحمل كمان. اخر حمل. قبل ما نمشي للموضوع الاب، وهل الاب، لانه دائما المراه هي اللي دائما هي المسؤوله، دائما مسؤوله. هل بما ان احنا كنا الاسبوعين الماضيين او تكلمنا في حلقتين على الاطفال الانابيب، هل المراه اللي تخضع لتجربه اطفال الحقن المجهري او اطفال الانابيب بتكون عرضه اكثر للاجهاض من المراه اللي تحمل طبيعي؟ يعني هي المفروض انها نسبه متساويه، متساويه بالاجهاضات بين الحقن وبين الحمل الطبيعي، الا اذا في سبب اخر. يعني زي مثلا وحده بتعمل اطفال انابيب عشان عندها تكيس، فالتكيس هو سبب للاجهاضات المتكرره. نعم. يعني عندها سبب اصلا، يعني ما فيش داعي الواحد تربط انه لا حصل عندي اجهاض متكرر الحاله هذه بسبب ان هي مثلا عملت انابيب. لا، أنابيب ممكن يكون اكثر عندها من مره او ممكن يكون عندها عملت اطفال انابيب وعندها مشكله تخثر فصار عندها اجهاضات متكرره، ممكن عندها تكيس فصار عندها ممكن غده. يعني ممكن اكثر. طيب. من سبب. الان الجزء المسؤول البسيط المسؤول عليه الرجل في موضوع الاجهاض المتكرر، هي تقريبا 5% جينيتك، اللي هي هاي لما احنا نعمل كل الفحوصات اجت الست والكابلز يعني عندهم الاجهاضات المتكرره، عملنا كل الفحوصات وصلنا لمرحله انه كل الفحوصات سليمه، مش ضايل ولا شيء، ضايل نشوف الجينات. هلا في اخر فحص بنعمله لانه هو اصعب واحد واغلى واحد اللي هو الكاريوتايب او خريطه الكروموسومات تبعت الام والاب. هلا في ناس عندهم تكسر بالكروموسومات او ترانسلوكيشن بسموها، بيكون في مشكله بالجينات تبعت الكروموسومات تبعت الام او الاب، بتؤدي انه البيبي بيطلع مش طبيعي، بتؤدي الى اجهاضات متكرره. يعني لما يتحدوا 23 من الاب و23 من الام ما يطلعوش 46، يطلعوا 47 او اقل. لا، بيكون في مشكله بالكروموسومات نفسها، ال 23 نفسهم فيهم مشكله. هلا هاي اللي بتكون اكثر او اقل بتعمل اجهاضات من مش من المشكله من الاب والام، بس هاي بنعمل خريطه جينيه للام والاب، بيكون عندهم مشاكل جينيه باماكن معينه. هلا هاي شو حلها؟ حلها اطفال انابيب. بياخذوا، حتى انا عندي وحده من البيشنتس يعني ضلت زي هيك عندها مشاكل متكرره، وعملت محاولات اطفال انابيب تقريبا 11 مره. 11 مره اخر مره لفحصوا انه عندها مشكله، فحصوا الجينات من 12 جنين طلع واحد سليم، الباقيين عندهم مشاكل. فلما رجعنا الواحد السليم حملت طبيعي، ولدت طبيعي. سبحان الله. فهاي شو بنعمل؟ احنا بنعمل اطفال انابيب، بناخذ يعني احنا بنكون عندنا الخريطه الوراثيه تبعت الام والاب، وبنطلع الجينات. هلا الجينات اللي الاجنه اللي بتطلع بنفحصوا جيناتها، اللي عندهم نفس الطفره اللي موجوده بالخريطه الوراثيه تبعت الام او الاب، يعني سواء الام او الاب، ما بنرجعهم. ما يتمش عمل ترجيع، بنرجع السليم. فهيك بنمنع الاجهاضات المتكرره. طيب. هاي يعني اخر فحص، لانه هذا اصعب شيء واغلى شيء. نعم. طيب دكتوره، هل يعني من المعروف ان بعد كل عمليه اجهاض في عمليه تنظيف تتم للمراه، هل الاجهاض المتكرر والعمل كل عمليه هل لها تاثير على يعني على المراه وعلى الرحم وعلى حتى فرص الانجاب اللي قدام؟ يعني
بأثر، لأنه هلا مش كل الإجهاضات بنعملها تنظيفات، يعني أقل من 6 أسابيع بنزل لحاله كدورة قوية. بعد خلينا نحكي بعد 7 أسابيع لما يكون الكيس أكثر من 25 مليمتر حجمه، 25 يعني 2 سم ونص، بهاي الحالة بحتاج تنظيفات لأنه بيكون كبير بيعمل نزيف إذا نزل لحاله. هلا عملية التنظيفات نفسها بتؤدي مرات إذا كانت التنظيفات كثير قوية بتؤدي إلى التصاقات ببطانة الرحم، فهي بتأثر على الأحمال القادمة، فممكن تعمل تسكير بالأنابيب، ممكن تعمل إجهاضات متكررة، بالإضافة إنه الإجهاض نفسه ممكن يعمل التهابات ببطانة الرحم، والتهابات ببطانة الرحم برضه بتعمل تأخر حمل وإجهاضات متكررة. طيب احنا تكلمنا عن حوالي 50% من المعروفة، طيب ايش العلاجات اللي تستخدم في الحالات، وهل المريضة لما يصير عندها إجهاض متكرر، واحنا عرفنا انه يكون 3 إجهاضات ورا بعض يعني متتابعات ورا بعضهم، يعني هل نقدر نقول نطمنها نقولها في فرصة حتى لو شطي 4 5 مرات ما فيش إشكالية في علاج للحالة حالتك يعني؟ هلا علميا النسبة العلمية إنه اللي عندهم 3 إجهاضات متكررة عندهم نسبة بالحمل الرابع 65% لحمل طبيعي وولادة طبيعية، يعني أكثر من نص، أكثر من 50% عندهم نسبة لحمل طبيعي وولادة طبيعية. هلأ إذا عرفنا السبب بيكون كتير أحسن، لأنه مثلا إذا عندنا مشكلة بالتجلط بالتخثر، هلأ معاملات التخثر في عندنا يمكن 10 بنعمل في هاي الفحوصات، إذا عندنا مشكلة بالتخثر بنعطيها مميع بيبي أسبرين مع إبر مميع بتمشي أمورها. هلأ إذا عندنا مشكلة بالمناعة اللي هي الأنتي فوسفوليبتد بنعطي برضو مميعات وبنعطي علاجات برضو بتمشي أمورها، هاي المشاكل انحلت. هلا اللي عندهم مشكله بالغده او مشكله تكيس او مشكله سكري بنرتب امورهم بالادويه وهي برضه انحلت امور، يعني سواء للغده لها علاج، للسكري له علاج، تكيس المبايض له علاج، كلها او هرمون الحليب له علاج، هدول كلهم حلينا مشاكلهم. هلا بصفي عندنا مشكله الرحم اذا فيه مشاكل مثلا ليف او لحميه او هاي بتنحل بعمليه جراحيه بالتنظير الرحمي، بنشيل الليف، بنشيل البوليب اللحميه نعم التكيسات، او اذا في تشوه بالرحم ممكن اذا في حاجز ممكن ينشال، هاي كلها بعمليه جراحيه اللي هي هيستروسكوبي اسمها، اللي هي تنظير رحمي بندخل من تحت وبنعمل العمليه، هاي حلينا هاي المشكله. في عندنا مشكله حكينا عنها الجينيه، حلها بيكون باطفال الانابيب. طيب برضك دكتور انا في سؤال مهم اللي هي فكره عمليه ربط عنق الرحم، يعني هل عدم استقرار الجنين يعتبر هو سبب من اسباب او شو السبب في عدم استقرار الجنين داخل الرحم، فبتضطر انتم كدكاتره تدخلوا جراحيا وتتم عمليه ربط او تسكير؟ هاي برضه بتنقسم تحت المشاكل الخلقيه بالرحم وعنق الرحم اللي هي الاناتوميكال بروبلم، خلينا نحكي بيكون في ضعف بعنق الرحم، عنق الرحم المفروض يحمل البيبي، هلا اللي عندهم ضعف بعنق الرحم بصير يقصر عنق الرحم لحد ما يوصل حجم البيبي تقريبا بالسكند ترايمستر احنا بنسميه، يعني من 14 أسبوع، يعني بعد ال 14 اسبوع لل 24 خلينا نحكي. هاي الفترة إذا صار إجهاض بصير إجهاض بدون ألم، يعني بنزل الجنين كامل وبنزل عايش ما فيه مشكلة لا الجنين ولا إنه في التهابات ولا إنه في تشوهات ولا في إنه في شيء، بس إنه عنق الرحم ضعيف، فبتيجي الأم عندها توسع كامل هي مش حاسة بألم طلق. فهاي المشكلة يا إما من أول الحمل، انا بالنسبه لي بالمرضاي بالعياده بتابعهم من اول الحمل بعنق الرحم، بكل زياره بنقيس عنق الرحم طويل مسكر طويل طوله، هلا طول طبيعي اكثر من 25 ملي وفي له شكل معين على الالتراساوند بيكون مبين انه هذا عم بيفتح او قصير اوكي، هدول اللي بيحتاجوا قطبة على عنق الرحم. هلا قطبة عنق الرحم بهاي الحالة ممكن يكمل الحمل للتاسع، ما بصير في اي مشاكل. وبعدين قبل وهل يعني تم عملية لفتح قبل الولادة ولا الحالة؟ هلا اذا كانت ولادتها طبيعية بعد مرور اسبوع او 10 ايام من التاسع بنفك القطبة، ما بدها تخدير ولا شيء، يعني بتنفك بس تنقص وبتضلها مراقبة ساعة بالمستشفى، اذا ما في شيء بتروح، او اذا قيصرية بتنفك اثناء العملية يعني وهي عم نشتغل. طيب من هي الحالات الدكتورة اللي عندها إجهاض متكرر ونقدر نقول ان احنا هذه ما لهاش حل، انه صعب يكون فيها حمل يعني؟ يعني شوف هو هلا في نسبه ضلت اللي هي ال 50 احنا ما نعرفوهاش في علم الغيب، يعني 50 محطوط من ضمن هالتخثر التخثر هلا يعني خلينا نحكي نصهم 25 ل 30% بضل مش معروف السبب. اذا احنا هلا احنا اجوا عندنا كبلز عندهم اجهاضات متكرره، عملنا الفحوصات كامله، اول شيء بنعمل الهرمون الحليب احنا عشان انت مره سالتني عن ايش الفحوصات اللي لازم تنعمل بالضبط، يعني اجوا عندنا 2 عندهم 3 إجهاضات متكرره، شو الاجراء؟ الاجراء الاولاني اول شيء التراساوند، نشوف الرحم والمبايض، نشوف في الياف ما في الياف، في لحميات ما في هاي التشوهات اللي بالرحم، هذا الاجراء الاول. الاجراء الثاني نعمل هرمون حليب، غده درقيه، سكري،
وفحص لتكيس المبايض، تكيس المبايض على الهرمونات وعلى الالتراساوند ببين. هاي خلصنا الهاي، هدول اسهل شيء وارخص شيء. بنروح بعديها لفحوصات التخثر وفحوصات المناعه اللي هم اغلى، هم تقريبا عندنا 6 أو 7 معاملات تخثر، وفحوصات المناعه عندنا كمان 5 أو 6 اللي هم تبعون الانتي فوسفوليبيد انتي بودي والثرومبوفيليا اسمهم. يعني هدول الاثنين، هدول الاسمين في تحتهم 10 فحوصات تقريبا. اللي هي الثرومبوفيليا والانتي فوسفوليبيد انتي بودي، عملنا هدول الفحوصات. هلا خلصنا كل هدول الفحوصات ما فيهم مشكله، بنروح للي حكيناها القصه الجينيه تبعت اطفال الانابيب. هذه اخر شيء عشان نشوفوا الجينيتك تبع قبلها ممكن نعمل اللي هو التنظير البطني الرحمي، بنشوف انه اذا في شيء ما بين معنا على الالتراساوند ببين بالتنظير البطني الرحمي. بعدين بنروح لقصه الكاريوتايبنج اللي هي الفحص الكروموسومات للام والاب. هلا اذا احنا عملنا كل هاي الاشياء وما لقينا ولا سبب، هاي بعدين بتروح للشيء اللي مش معروف، اللي خلينا نحكي 30%. 30% في عاده نسمع انه مثلا لا، لما المراه تحمل المفروض ما تتحركش، او انه في اكلات معينه وانواع فاكهه معينه واشياء لا ما تاكلهاش المراه لانه ممكن يسبب في اجهاضها. هل هذه تعتبر من ضمن ال 50 اللي حكيت عليها اللي معروفة، مش معروفه او ال 50 اللي مش معروفه؟ يعني احكي لك هاي لو صارت بدها تصير مره، ما بصير 3 ورا بعض. لو صارت هو فعلا في مثلا حركه، يعني الحركه اللي كثير قوي، يعني الحركة إذا بدها تكون كثير قوية أو أخذت ضربة كثير قوية أو عملت حادث سير شيء كثير قوي ممكن. لا الحركة العادية، الحركة العادية لا يعني. مش إنه من أول الحمل ضلها نايمة صلي على يعني. كرسي يعني من أول 3 شهور لا، يعني الحركة الطبيعية اللي جوا البيت اللي هي حركتها اليومية الشغل، الحركة عادي ما فيها مشكلة. بس مش شيء فيه، أنا دائما بحكي لهم مش شيء فيه جهد زيادة. يعني حتى اللي بتلعب رياضة بنخلي الرياضة الأخف، يعني يوغا بيلاتس مشي سباحة، الأشياء اللي فيها أخف ما فيها مجهود عضلي كبير أو ممكن أو المجهود القوي ممكن يعمل. ان جنرال بعمل اذا عمل مره، يعني مش شيء متكرر، مش من اسباب الاجهاضات المتكرره. هلا ممكن اذا ادويه قويه، في ادويه بتعمل اجهاضات، ادويه اللي هي احنا بنقسم الادويه لكاتيجوريز بالحمل اي بي سي دي واكس. اكس ممكن يعمل اجهاض من اولها، يعني من اول يعني في انواع ادويه اذا اتاخذت بتعمل اجهاض. في اشعه مثلا اذا تعرضت للاشعه بفتره معينه من الحمل. هلا الاشعه دائما الناس بتخاف منها، هاي شيء برضه على الهامش انه انا تعرضت للاشعه وانا حامل. الاشعه خاصه في المطار وفي المولات اللي هي هاي البوابات اللي خاصه بالضبط. الاشعه عاده من الاسبوع الرابع للاسبوع الثامن، هي هاي فتره تخلق الجنين اللي بصير فيها تكون الاعضاء. اذا تعرضت للاشعه بهاي الفتره بيكون القانون اسمه اول اور نان، يعني يا اما بنزل الجنين يعني بتدمر كاملا وبنزل، يا اما ما بتاثر بالمره. بس ما في انه بصير تشوه عاده تشوه. هاي الفتره اللي قبل 4 أسابيع. هلا من 4 قبل 4 أسابيع، هاي 4 أسابيع يعني قبل شهر، يعني من 4 إلى 8 أسابيع هي فتره تخلق الجنين هاي اللي ممكن يصير الشهرين. انا خربطت الاولى 4 أسابيع قبل ال4 أسابيع هي الاول اور نون. من 4 إلى 8 هي اللي ممكن يصير فيها التشوهات. عاده فوق ال8 أسابيع مش يعني بعد 3 شهور. طيب البيشن او المريضه او اللي عندها الست اللي عندها اجهاض متكرر وجربت حملت بعد الثالث او الرابع، شنو هي الفتره او المده السبيعي اللي المفروض هي نقول احنا هدم لو هي عدتهم حتكون في امان يعني والحمل حيتخلق يعني مثلا عندهم اجهاضات متكرره يعني وحده عندها اجهاض متكرر يعني خلينا نحكي بعد ال 14 اسبوع بعد 14 اسبوع اللي هم يكون معاش في خوف. احنا بنسميه الفيرست تريمستر او الجزء الثلث الاول من الحمل. 14 اسبوع قد الشهر 14 اسبوع بتكون دخلت بالرابع. الرابع يعني بعد الرابع ما فيش خوف يعني على انه ينزل هذا هلا دائما في خوف، بس المرحله بس هي تبعت الاجهاضات المتكرره عاده بتصير بهاي الفتره بالضبط. ممكن هذا السؤال اللي هو اما بتوقف النبض، اما بيكون في نبض وما بيكمل، اما يعني هاي هي المرحله اللي هو من بدايه ل 14 اسبوع. بعد ال 14 اسبوع يعني بتكون الامور تمام، الا اذا زي ما حكيت مثلا مشكله بعنق الرحم، هاي بعد ال 14 اسبوع بتبين. نعم. طيب انا سالتك على الاكل او بعض الاكلات او بعض الاشياء، يعني هلا اكل بيعمل اجهاض ما في يعني ما فيش يعني كلها خزعبلات يعني او اشياء مش حقيقيه. يعني اذا الوحده بدها تاكل تمر مثلا، انت بتاكل 3 تمرات 4 تمرات ما بيعمل ولا شيء. بعدين المستقبلات تبعت الماده اللي بتعمل تقلصات بالرحم الموجوده بالتمر ما بتكون باول 3 شهور، هي عاده تتكون لان التمر في ماده تعمل تقلصات، بتعمل تقلصات بس بالاخر، هاي باخر 3 شهور باخر 3 شهور من الحمل. اول 3 شهور ما المستقبلات ما بيكون لسه موجود او شغاله خلينا نحكي. يعني اللي اولها لا، وما تشربيش قرفه وما تاكليش زنجبيل، بتكون بدها نفسها بقطعه سنبون مثلا عليها رشه قرفه ما بتاكلها. لا مش لهالدرجه، يعني هي دائما الفرط بالكميات هي المشكله. يعني اذا بتاكل تشرب كاسه
شاي فيها عرق مرمية لا مش راح يعمل إجهاض طبعا يعني. فهمت عليك يعني مش كل شيء يعني إلا إذا زنحن حده يعني أكيد حينقلب ويكون لي بس حتى الإنسان يكون معافى يعني هو مش حتى الإنسان يكون المرة تكون حامل أو تكون هي مريضة إذا بيأخذ إشي زيادة زيادة طبعا أكيد. طيب هل في مثلا إجراءات وفحوصات المفروض على السيدات اللي مثلا بعد الزواج وعندهم رغبة في الحمل إن يديروها باش يتجنبوا مشاكل مشاكل الإجهاض المتكرر؟ هلا عادة احنا هذه الفحوصات لانها انت سمعت كم فحص هذه كبيرة يعني احنا عادة ما بنعمل ومكلفة مكلفة يعني حتى مرات كثير اللي حتى لو مرضى عندهم تأمين مش دائما التأمين بيغطي كلها كل هاي الفحوصات. نعم. يعني احنا عم نحكي عن فحوصات الترومبوفيليا لحالها اللي هي تخثر الدم لحالها مش الباقيين 200 دينار حقها يعني هذا بالأردن يعني بالأردن نحكي بعرفش بالمية بقداش تطلع بعدين حوله فما يعني عادة اللي بتكون متزوجة جديدة ما عندها أي مشاكل ما بندير لها هاي الفحوصات unless صارت الإجهاضات متكررة. هلا عادة علميا بالكتب 3 إجهاضات متكررة بس احنا الناس عندنا يعني هو الموضوع كثير بيأثر على النفسية الإجهاضات يعني الأب والأم وكل العيلة بتكون متوترة إنه إذا صار عندهم إجهاض واحد المرة الثانية بيكونوا كثير متكركبين وقف النبض ما وقف النبض فإحنا عادة صرنا يعني جديد إنه ما نستنى للإجهاض الثالث يعني بعد الإجهاض الثاني إذا في مشاكل بنعمل الفحوصات بس واحد الناس متزوجين جديد وما عندهم مشاكل ما طيب أنا بنتقل مع حضرتك لأن الوقت الحديث معك شيق والوقت اخدانا لمجموعة من الأسئلة تقول شن هي الفحوصات اللازمة من حدود إجهاض مرة أخرى. أنت ذكرتي حضرتك هذه مجموعة فحوصات ممكن المريض على حسب الكيس اللي هي حسب الكيس بس احنا عادة بنبلش قلت لك بالأسهل والأرخص وبعدين بنروح للأغلى والأصعب. طيب تقول هنا ما سبب نزول الماء بعد الشهر الثالث من الحمل؟ على الأغلب بتكون سببها التهابات بتكون إما التهاب بطانة الرحم إندومترايتس أو التهاب بالمهبل نفسه. نعم. طيب تقول هل في أعراض تحذيرية للإجهاض يعني ممكن المرأة إن تنتبه لها قبل ما تتم عملية إجهاض وتلحق حالها يعني؟ يعني إحنا الحمل التعريف الحمل المهدد بالإجهاض هو اللي بنزل فيه دم يعني الدم دائما ألارمينج ساين حتى بتلاقي الناس كلها تكركبت يعني بس ينزل دم بس نزول الدم لا يعني إجهاض يعني 85% من البنز اللي عندهم دم بيكملوا حملهم طبيعي. في ايضا تقول اني حامل بشهرين وحدث معي اجهاض من دون سبب هل يحدث حمل مباشر بعد الاجهاض ارجو الرد. ما فهمتش يعني هي هل كانت حامل في شهرين يعني انه اذا اجهضت انه بصير تحمل على طول ولا لازم مباشر تستنى فتره نعم. يعني احنا عاده انا بحكي لهم اذا بستنوا شهرين بس ليرتاح الرحم قبل ما يصير حمل ثاني بس اذا صار اذا يعني ما قدروا يصير مانع او صار بالغلط ما في مشكله. طيب تقول ايضا هنا تقول السيدة متزوجة من 5 سنوات واكثر لكن ربي ما قدرش اني انجاب واجهضت في بداية الشهر الثالث. المشكلة عندي زي ما يقول الاطباء ضعف شديد في المبايض زايد هرمون الحليب وقلة افراز الغدة النخامية ارجو افادتي وهل الغدة النخامية والدرقية لها تأثير على المبايض؟ طبعا الغدة النخامية هي اللي مسؤولة عن المبيض اصلا هي اللي بتفرز هرمون ال HFSH اللي بيعملوا إباضة. هلا ضعف بالغدة النخامية ونقص بهاي الهرمونات عادة ممكن تنحل هاي المشكلة وضعف بالمبايض بتنشيط أطفال أنابيب بجرعات معينة وهرمونات معينة. نعم. أيضا في سؤال تقول أنا كنت حامل بالشهر الثاني وحصل معي إجهاض وما عرفتش السبب وبعد 3 شهور حملت بتوأم متطابق ذكور وفي آخر الشهر الخامس الدكتور إنه قال لي إنه واحد نبض ضعيف وإنه لم ينمو أما الآخر فحالته ممتازة وأعطاني سبرين وبعد 2 أسابيع توفوا الاثنين وما عرفش السبب. يعني عادة لما يكون توأم متطابق هي حكاية توأم متطابق ذكر نعم. هاي المشكلة اللي ذكرتها واحد بيكون نبضه كويس واحد لا بيكون في مشكلة بالتغذية من المشيمة المشيمة عم بتوصل يعني في جنين عم بتغذى أكثر من جنين ففي جنين عم بياخد الأكل تبع جنين فهاي توين توين ترانسفيوجن اسمها هاي بتصير بالتوائم المتطابقة عادة طب الجنين بيعالجوها بيعملوا مرات نقل بس هي حكت إن الدكتور أعطاها أسبرين يعني هل هذا له علاقة بالموضوع أو لا؟ يعني الأسبرين ممكن يحسن بس بهاي الحالة عادة أنا مش ما عندي اطلاع على الحالة كاملة يعني هو دكتورها أعلم بحالتها يعني إحنا عم نعرف يعني هذا بالضبط نعم بس يعني حسب الوصف اللي عم توصفه فهو إشي اسمه توين توين ترانسفيوجن يعني المشيمة ما عم بتوصل غذاء كويس لواحد من الأجنة وعم بتوصل كل الغذاء للثاني فبهاي الحالة
بيروحوا التنين الا اذا صار تدخل بنقل دم من اطباء الاجنه. طيب خلينا ناخذ السؤال الاخير هذا دكتوره، حضرتك تقول ما هي اعراض سقوط الرحم او دلالاتها؟ سقوط الرحم يعني تهبيطه؟ مش عارف. ما هي الاسباب التي تؤدي لحدوث الام شديده في اسفل البطن؟ هيك سؤالها تقول، حيث ان هذه الالام مستمره قبل حدوث الحمل الاول وبعد الولاده والى حد هذا الوقت، ان عمر حيث ان عمر طفلتي الان هو سنه وخمسة شهور. لقد قمت بعمل فحوص وكانت نتيجة هي وجود طفيلات وتعالجت منها، ولكن الألم ما زالت موجودة. ألم أسفل البطن؟ هي أسفل البطن مليون سبب. قالت إن هي الفحوصات إن قالت إن كانت عندها التهابات، وجود طفيليات يعني التهابات، بس الألم قالت عالجتها وموجودة، موجودة من قبل الحمل يعني وبعد الحمل. حسب الحكي اللي بتحكي إنه ممكن مرات أثناء الولادة أو بعد الولادة صار عندها التهابات أسندنج، طلعت على الرحم وعلى الحوض، فلما تطلع الالتهاب بي اي دي بسموها بلفيك انفلاماتوري ديزيز، يعني التهاب الحوض المزمن، بتطلع الالتهابات على جوا الحوض وبتعمل التصاقات في الحوض، بتعمل الام شديده ومزمنه. حلها عاده جراحي، بنفك بالتنظير، بنفك الالتصاقات وبنعطي مضاد حيوي. نعم، شكرا لك دكتوره. طبعا هذه الاسئله وفي اسئله ثانيه انت اوريدي جاوبت عليها، انواع التحاليل وكذا. مشكوره جدا ونحن سعيدين جدا بك دكتوره الاء، شرفتينا ونورتي وربي يعطيك الصحه ان شاء الله. الله يسعدك. اكيد مشاهدينا الكرام الشكر دائما موصول لكل ضيوفنا ولدكتورتنا المميزه دكتور الاء اليوم، وان شاء الله يا رب كنتوا استفدتوا معانا بهذه المعلومات القيمه اللي ادت بها الدكتوره. احنا متواصلين معاكم، صفحتنا ما زال فيها ومجلتنا فيها صفحات كثيره، لكن اكيد بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، رجعنا لكم وزي ما حكينا قبل الفاصل ما زال عندنا اخبار واشياء هلبة في مجلتنا وفي عدد اليوم من المجله. خلينا نمشي مع بعض الى صفحه جديده، صفحه لمحبي الاخبار الغريبه والمميزه، صفحه من هنا وهناك. نبدو اول خبر اليوم في صفحه من هنا وهناك مع الخبر اللي تصدر العناوين في ليبيا وحتى في اغلب دول العالم، هو العثور على مواطن ليبي يعيش في غابات الامازون من سنه 2012 بعد ما غادر ليبيا في سنه 1995، وطبعا وبعد ما اتخذ قرارها الغريب والمثير بالعيش داخل الغابات تم العثور عليه من قبل السلطات البرازيليه، وقالت ان هذا الشخص اللي يدعى حسين ناصر عثر عليه بعد ما انقطعت به السبل ولم يجد مكانا يلجا له سوى غابه في ولايه ميناوس. وطبعا نقلت الصحافه البرازيليه قصه هذا الرجل وقالت بانه كان يعاني من فقدان من الذاكره لكن صحته جيده، وبالفعل كانت هذه القصه حديث وسائل الاعلام. طبعا قناه جلوبال البرازيليه طبعا من اشهر القنوات دارت تقرير روبورتاج على هذا الشخص. طبعا احنا صراحه في البدايه حاولنا نتبع هذا الموضوع واسبابه وهل هالقصه دي حقيقه او لا، زي ما قلنا هذا لان كل الصحف او كل مواقع السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائيه وبعض الصحف نقلت هذا الخبر على قناه جلوبال، وللاسف تواصلنا مع قدرنا نتواصلوا مع السفاره الليبيه في البرازيل، وبالتحديد تواصلنا مع القنصل اللي ظهر في هذا التقرير اللي نشرته في قناه جلوبال السيد محمد يعني لقبة راح مني، حنتذكر لقبة شوية ونقول لكم على لقبة. المهم تواصلنا مع سيد محمد وقال إنه هو ما عندهش مشكلة إنه حيتواصل معنا، وبس محتاج إنه هو ياخذ موافقة من الخارجية للتصريح بهذا بالتصريح معنا للتصريح معنا أو لل إنه هو باش يطلع معنا داخل يعني داخل في قناتنا. انا قاعد نتكلم فيك محمد المطاع، الاستاذ محمد المطاع، طبعا تواصلت معه شخصيا، تواصلنا معه وكان ان هو مفروض يكون معنا وانه يحكي لنا، لان الاستاذ محمد قال فيه هلبة ملاغطات وفي هلبة اخطاء وفي هلبة كلام غير واقعي تم نشره وتم تداوله عبر وسائل الاعلام في هذا الموضوع.
وهذه القصة بالذات زي ما حكيت لكم تواصلنا معه وكان المفروض يكون معنا، ولكن أستاذ محمد طلب أنه لازم يكون عند إذن من وزارة الخارجية للحديث مع وسائل الإعلام في ليبيا. وحاولنا طبعا، حاولت أيضا توصلت إلى رقم أخو الشاب هذا عايش في ليبيا وما قدرتش طبعا اتصلت به، ومجرد ما تكلمت معاه وقلت له اني عرفته بنفسي سكر التليفون ما حبش يتكلم معنا. ايضا ظهر فيديو لاخ او شقيق حسين في المانيا وتكلموا، الحقيقة أثار نقطة مهمة جدا أنه كان هو فرحان وشكر السلطات والسفارة الليبية. وطبعا احنا نشكرهم، نشكر السيد محمد المطاع اللي كان دي دور كبير في الاهتمام. وسيد محمد قال أن الصحافة وصلت بعد ما وصلنا احنا لحسين، يعني الصحافة ما وصلتش لحسين وبعدين السفارة الليبية اهتمت بالموضوع، لا هم وصلوا الموضوع اهتموا به وتواصلوا وداروا اتصالاتهم. وسيد محمد كان المطاع من الناس اللي اهتموا شخصيا بهذا الموضوع طبعا بناء على تعليمات وزارة الخارجية. هذا موقف إنساني يشكروا عليه وزارة الخارجية، اللي ما يشكرش الناس ما يشكرش الله. وهذا احنا زي ما نحكوا على السلبيات دائما نحكوا على الايجابيات، وان هذا مواطن في النهايه مواطن ليبي وتم الاهتمام به وايضا حل مشكلته. فزي ما قلت لكم تواصلت مع اخو الشخص، اتصلت به قبل الهواء، حتى تاخرت بعشرة دقائق ممكن او خمس دقائق لاخر لحظه نحكي معاه، التليفون اصبح مقفل فجاه يعني، وكنا حابين يكون معنا ويشرح لنا ويحكي لنا حتى انهنوا برجوع او بوجوده معتورهم على اخوهم اللي من 2012 موجود في البرازيل. اللي بنقوله ايضا ومهم قبل ما نشوفوا التقرير او نشوفوا هذا التقرير، ان الشيء اللي كان محزن وكان اخو اللي عايش في المانيا اخو حسين اتكلم عليه في الفيديو هو التنمر اللي صار والالفاظ والتعليقات اللي ما كانش حلوه في حقه. هو طلب ان كل الناس انها تبتعد على وصفه بهذه الاوصاف، انا مش حنقولها لاني انا برضك انضم صوتي مع صوته في النهايه. الله اعلم بالظروف، احنا ما نعرفوش، الحقيقه غائبه، الحقيقة مش زي ما موجودة في الفيديو اللي قامت قناتنا وقمنا بترجمتها من اللغة البرتغالية إلى اللغة العربية، وإن شاء الله حنعرض عليكم تسمعوا هذا التقرير اللي دارتها القناة البرازيلية. لكن زي ما قلت الأستاذ محمد المطاع قال راهو مش كل ما انقال وكل ما تداول على السوشيال ميديا وعلى الإعلام صحيح، هناك حقائق أخرى مش صارحين عليها او مش معلن عليها. واحنا كنا نتمنى ان الاستاذ محمد المطاع يكون معنا، للاسف وزي ما قلت لكم لاخر لحظه مجهودنا راح، لكن الحمد لله في النهايه احنا هدفنا كان انساني مش اي هدف اخر. والحمد لله والحمد لله على سلامه حسين، وان شاء الله يا رب نقدر نوصل في حسين وهو في ليبيا ونتواصل معاه ونجروا معاه لقاء ويمكن يحكي لنا هو عن تجربته عن قصته. خلينكم مشاهدينا الكرام وشوفوا التقرير اللي نشرته هذه القناه البرازيليه قناه جلوبال، وتم نقله على كل وسائل الاعلام وبعض الصفحات، وبس المره هذه تم ترجمتها الى اللغه العربيه. خلينا نتابع مع بعض. الشمس حارقة لكن بالنسبة له لا تعني شيء، يمشي ويمشي إلى حيث يريد، وفي بعض الأحيان يعتمد على حظ التوصيلات العشوائية في الحياة اليومية ليصل إلى مكانه. اسمي حسين عمر حسين. يقول هو ليبي ميكانيكي معدات ثقيلة مليء بالمعرفة. السيد حسين خرج من ليبيا في شمال إفريقيا بسبب مشكلة سياسية تحفظ عن قول تفاصيلها. في عام 1995 ذهب إلى ألمانيا وعمل ميكانيكي في مزرعة، عرف البرازيل وسافر إليها 6 مرات وأحب فتاة برازيلية، ولهذا انتقل للعيش في البرازيل في عام 2012، ولمدة عام عاش في فورتاليزا في سيارا. تم الاعتداء عليه من قبل شرطي فقرر الخروج وجاب البرازيل كلها مشيا على الأقدام حتى وصل إلى ماناوس، وبما أنه لم يتمكن من الحصول على عمل بحث عن سقف ينام تحته، فكان تحت جسر في الطريق السريع الطريق 174.
وفي آخر 3 سنوات يعيش عمليا في وسط الغابة، هنا يستريح وهنا يجهز طعامه الذي يقوم بتجهيزه كما ترون على الطريق. أجمل جزء من هذه القصة والتجربة في حياته هو الاستمتاع بالطبيعة. أراد فعلا العودة إلى بلاده بأي طريقة. قال إنه ذهب إلى كولومبيا مشيا وباستعمال الباص وإيقاف السيارات في الطريق وفي الشاحنات، في رحلة استغرقت 6 أشهر في محاولة للوصول إلى أمريكا، ولكن تمت سرقة جميع وثائقه. له 7 سنوات في البرازيل. السيد حسين ليس له أي فكرة عن كم الكيلومترات التي مشاها. نقطة أمنية في الطريق في ماناوس هي التي أعادت له أكبر أمل في حياته، ووجد أكثر شيء يبحث عنه وهو المساعدة. الشرطة الفيدرالية في ماناوس حكت قصة هذا السيد. في 14 يوليو من هذا العام تقابلت معه في هذه النقطة وهو عائد إلى مكانه، وكان يعتبر في حالة سيئة وهزيل البنية بسبب سوء التغذية. وقلت له إنه بإمكاني إيصال أي رسالة أو كرت إلى سفارة بلدك في برازيليا. بعد مرور عدة أيام وبعد إيصال هذه المراسلة إلى السفارة الليبية في برازيليا، اتصل السفير الليبي بهذه النقطة الأمنية ورد السيد حسين على المكالمة بشكل شخصي. لقد اتصلت بالسيد حسين وتحدثت معه، وقد أكد لي رغبته في الرجوع إلى بلاده، وقال لي إنه يحمل الجنسية الليبية، ونحن بدورنا رأينا أنه يجب إعادته وطمأنة أهله وعائلته عليه. السيد حسين قام بإعطائنا اسمه كاملا واسم والدته وتاريخ ميلاده، وبفضل هذه المعلومات استطعنا التعرف عليه والوصول إلى عائلته، وقد قمنا بطمأنة أهله، وكان هذا الخبر سعيدا جدا لعائلته. والآن للذهاب إلى برازيليا لم يتبقى للسيد حسين فقط إلا تذكرة السفر للذهاب إلى برازيليا. أصدقاؤه الجدد الشرطة أعطوه هدية وهي تذكرة السفر إلى برازيليا، وهو دليل على أن أصدقاءه الجدد متضامنين ومتعاطفين معه ويكنون مشاعر جميلة تجاهه، وكانت هذه التذكرة نصف الطريق للعودة إلى وطنه الأم. السيد حسين عزيز علينا وعلى جميع أفراد الأمن في هذه النقطة الحدودية، وأفضل عمل قمت به في هذه النقطة إني استطعت مساعدة شخص مثل حسين. هذه اللحظة الأكثر هدوءا ولكنها أكثر خطرا، إنها لحظة الليلة. هناك حيوانات متوحشة وظلام دامس وهو يبقى لوحده، ولهذا يقوم بإشعال النار لحماية نفسه من هذه المخاطر وكذلك لتجهيز بعض الطعام. هذا المكان خطير جدا، هذا المكان ليس للعيش. وزير الخارجية الليبي قال يجب علينا توفير كل ما يحتاجه هذا المواطن الليبي وإعادته سالما إلى أرض الوطن. السيد حسين مر بظروف صعبة وهو ليس بحالة جيدة جسديا وأيضا نفسيا، وسيبقى في برازيليا لبضعة أيام لإعادة تأهيله ولكي يستعيد عافيته، وبعد ذلك يسافر إلى ليبيا. هذا اليوم يوم السبت، اليوم الأخير له هنا قبل الذهاب. هو فقط يريد أن يأخذ معه ما يريد أن يتذكره. رجال الشرطة قاموا بإيصاله ومنحوه أجمل مشوار في حياته. هذه المرة هو يمشي إلى السفر، يمشي في الاتجاه الأقرب إلى بلاده. زي ما شفتوا احنا حاولنا نترجمه هذا الفيديو أو هذا التقرير زي ما هو. طبعا هنا خليني نحب نشكر الأستاذ محمد الشتاوي، شاب ليبي المقيم في البرازيل، اللي ساعدنا وهو اللي حقيقة خدع على عاتقه وترجمنا هذا الفيديو من اللغة البرازيلية أو البرتغالية إلى اللغة العربية. وشفتوا زي ما شفتوا وتابعتوا معنا، أيضا الرد موجود زي ما قلنا. قصة غريبة، فيها أبعاد، فيها أشياء مش معروفة.
معروفة، أكيد الباب مفتوح حتى الأسبوع الجاي. إذا سيد محمد المطاع قنصلنا مشكور الموجود في البرازيل وحب يكون معنا، أو حسين أو أحد من عائلته وحاب يتواصل معنا ويشرح لنا الموضوع ويزيل كل هذه الالتباسات، احنا سعيدين. وفي النهاية الحمد لله على سلامتك يا حسين، وإن شاء الله ترجع قريب لأرض الوطن وترجع لليبيا بين أهلك وناسك وتشوف أهلك وتشوف أمك، وربي ما يحرمكم من بعض. إذا المشاهدين الكرام اليوم حنكتفوا بهذا الجزء من هنا وهناك، الأسبوع الجاي إن شاء الله حنكملوا باقي أخبارنا لأن الوقت داهمنا وما عادش عندنا وقت. خلينا اليوم نختموا عددنا من المجلة مع صفحة محبي السينما والأفلام، صفحة كاونت داون. زي ما تعرفوا أن في كل أسبوع تدخل أفلام وتخرج أفلام من المنافسة لأكثر من 10 أفلام على شباك التذاكر. الزميل هاشم زروق راح يعرفنا بالترتيب شنية الأفلام العشرة اللي عدد اليوم. أنا نقول لكم تصبحوا على خير ولقائي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الزمان ومكان، ونخليكم مع هاشم وكاونت داون. في المرتبة العاشرة Once Upon a Time in Hollywood، الفيلم التاسع للمخرج كوينتين تارانتينو اللي تدور إشاعات حاليا عن مفاوضات معه لإخراج جزء جديد من سلسلة الخيال العلمي Star Trek. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Working with what we got. Hey, Daddy. في المرتبة التاسعة فيلم الأنيميشن The Angry Birds Movie 2 بمشاركة صوتية من نجم مسلسل Game of Thrones بيتر دينكليج في دور مايتي إيجل. We're gonna need a bigger slingshot. Brad, we've discovered a third island. We need to put aside our differences and work together. To save our world from being destroyed. What we really need is a hero. Actually, that position's been filled. Thank you, Spider-Man. في المرتبة الثامنة الفيلم المتشبث في البوكس أوفيس والسباق Spider-Man Far From Home. Peter Parker here to pick up a passport, please. Mini toothpaste? Mm-hmm. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. في إيرادات كلية وصلت ل 384 مليون دولار. For summer vacation. Awesome. You got gifts, Parker, but we have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. You don't want any part of this. Okay, we saw it. Should we go now? Who ordered the chicken? في المرتبة السابعة فيلم الرعب والتشويق Scary Stories to Tell in the Dark. What's that? It's a book of scary stories. شارك في كتابة السيناريو للفيلم المخرج المتميز الحاصل على الأوسكار غويرمو ديل تورو. Hey, what's going on? Tommy's missing. Tommy's name was in the book. There's no way it's actually connected, right? Okay, what if what happens in the book is exactly what's happened for real? في المرتبة السادسة Overcomer. Most of my players have parents that work at the plant. This ain't gonna be pretty. اللي ناقش كواليس تدريب كرة السلة وهو من بطولة وإخراج أليكس كيندريك. I don't even like running. Don't die. Don't die. Cross country's not even a real sport. Why would anyone want to do this? I'm just impressed that you finished. You are my best option. Y'all here for tryouts? No, sir. We're just hanging out.
At midnight, you have to play a game. Why? It's just something we do when someone new joins the family. A game. What game? معنا في المرتبة الخامسة, ready or not. Really gonna play that? Well, the rules are simple. You can hide anywhere. من بطولة سامر ويفينغ اللي شفناها في الفيلم المتحصل على عدد كبير من الأوسكار, ثري بيلبوردز أوتسايد أوف إيبينغ ميزوري. What the hell is this? How old is this thing? I know you're in here. Jesus, you shot the maid. Does she look like she's wearing a giant white wedding dress, Emily? Holy shit! I had to play along so that I can get you out. It's insane. They think they have to kill you before sunrise, or something very bad will happen to the family. If we don't find her and perform the ritual, we're all dead. Found her. Pick a door. All right, then. No, that's my door. Pick another door. What's wrong with you? في المرتبة الرابعة, هوبس أند شاو, المشتق من فاست أند فيوريوس. لوك هوبس أند تيكن شو. We've got unfinished business. مع النجوم ذا روك وجيسون ستيتهم وإدريس إلبا, بإيرادات كلية وصلت ل 684 مليون دولار على مستوى العالم. And I want it back. You wanna tell me just what we're dealing with here? It's my sister, family business. When it's the fate of the world, it becomes my business. This whole thing sounds really dodgy. Look after your sister. Listen, I'll handle it. The only way we survive is working together like a team. Let's do this. Buckle up, fat boy. On my three. One. Ah! Woo! Hey, you see the look on his face? You have no idea how long I've been waiting to do that. Yeah, cause it's worth. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast. في المرتبة الثالثة, The Lion King, وإيرادات تتناسب مع ضخامة العمل, كسرت حاجز المليار دولار. Begging for scraps. Everything you see. Run away, Simba. And never return. Take your place in the circle of life. We're not crossing a highway. Are we fifth graders? مستمر في المرتبة الثانية, Good Boy. اللي يحكي عن مجموعة من الأطفال في الصف السادس ينطلقوا في مغامرة ما تتناسبش معهم. I'm fine. You're all right. Oh hell no. You must really like fishing, Mr. President. It's cold. في المرتبة الأولى, Angel Has Fallen. Anything to get out of DC for a while. Mike, I'm selecting you for Secret Service Director. Congratulations. I'll give him my best shot, sir. اللي يعود به النجم جيرارد باتلر في دور الحارس الشخصي للرئيس مايك بانينغ, ومغامرة جديدة في حماية الرئيس. The drones, the drones. Don't move, don't move. I'm coming to you. هذه كانت الأفلام اللي معنا في هذا الأسبوع. نشوفوكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. من هنا هاشم الزروق, كل التحية. I got you. Going under. Dive deep.